الباب لك لا جوزي معه مفتاح. اليوم بشوفك اكيد. دقيقة بس. السلام عليكم يا اختي. اهلين مأمور. والله انا من عمال البلدية قاعدين نشتغل بالمجارير. انا هسه طالع من الريقار. والله تعبت ودي لقمة اكلها. يعني حسنا عن اولادك وجوزك. ما طب خلي طابخينها يعني. عم شو هالريحة؟ فرقكم بريحة طيبة؟ لا لا خلص استنى شوي. ها والله الدنيا بيها خير. ايه حبيبتي بس بدي اعطيه شوية اكل لشوف شو زايد عندي من طبخة امبارح. الحمد لله انخليت خربت. والله ناس طيبين واولاد حلال. والله الجوع يخلي الواحد اعرف. ايه عندي شوية مجدرة طابختهم. ايه راح اعطيهم. دقيقة بس. تفضل. الله يسلم ايديك يا اختي ويرد عنك وعن اولادك وعن جوزك كل شر باذن الله. راح سلام. ليك انا بدي اغير المعسل كثير عم بيضايقني. ايه وانت كمان. عم بيقولوا لي معسل القرفه كثير ظريف. لحظة. السلام عليكم. خير كمان. تفضلي جبت لك هدية كتاب كيف تتعلم الطبخ في 5 أيام. وهاي الطبخة تبعك. قرفت منها ما قدرت آكل لقمة واحدة. إلك لا بتقرف منها. تعلموا الطبخ يا عمي. تعرف؟ الله يكون بعونه بشرفي. هاي مرته الثالثة وماتت نفس الاثنين اللي قبلها. وقعت من على الحصان. اي والله الله يكون بعونه. هاي مرته الثالثة بتموت نفس الموتة وعلى الحصان. اي والله. بس يا اخي من اول ما اجينا على العزاء عم يعمل حركات هيك ما فهمت عليه. مثل شو؟ اذا كانوا اللي عم يعزوه رجال بيرفع راسه لفوق كانه عم يقول لا. اذا كانوا اللي عم يعزوه نسوان بيهز راسه لتحت كانه عم يقول ايه. طلع بتهز براسك ايه ولما بيعزوك رجال بتهز براسك لا. اخي النسوان عم تسالني بدك تتجوز بعد مرتها؟ قلت لهم ايه. الزلم عم يسالني بدك تبيع الحصان؟ قلت له لا. شايف جدو هذا مسلسل حريم السلطان اسمه. شايف النسوان اللي فيه ما احلى. شايف لك عني شايف مينا إذا بدك تتجوز وحدة تتجوز وحدة حلوة مثل هاي مو تاخدها مثل ستة. شو عم قل له للولد إنه إذا بده يتجوز ما يتجوز وحدة مثل هدول يتجوز وحدة مثل ستة. يعني أنا ستة أخذت عن حب حبيتها وضلينا سوا عايشين 100 سنة. 100 سنة الله يطعمك شي وحدة مثل ستة. عينا وحشتني بالله يا حبيبي. لا انا ما بدي هيك. شو بدك؟ شو بدك؟ بدي اتجوز 7. يو سبعة؟ شو بدك تعمل بالسبعة حبيبي؟ تيتي وحدة بتغسل لي ووحدة بتسهر معي ووحدة بتغني لي ووحدة بتغنجني ووحدة بتطعميني. لك هيك احلى. يو لا حبيبي شو لك شو 7؟ طيب ما بدك هيك شيء وحدة فهمه انت. والله ما حلوة نحكي وحدة هيك تنام جنبها. لا أنا ما بدي نام غير جنبك لأنه أنا محبة غير أنت. تقبر قلبي شو هذا تقبر قلبي حبيبي. طيب سؤال بدي أسألك أنا. طب هدول 7 وينك بنيمون عنا؟ بنيمون بغرفة جده. يا ريت. ولا دادي بيبي عم اقرا اختي بدي اسالك عنه. ماذا تحب؟ 1 البقوليات 2 النشويات. 1 طيب ما هواياتك؟ 1 السباحة 2 ركوب الخيل. 1 طيب مع مين تقضي ليلتك اليوم؟ 1 مرتك 2
لفين بدك تهرب انت مع مين؟ ما كان حالك على هون. اه ما بطول بالك. ايوه طب بدك تتعلم. ما انا العلم عندي ضروري. ما بتعلم بتعلم بس بس اللي سو مساوي انا. استنى خليك مثل ما انت هيك مطعوش شايفك. ها ايه؟ انا طالع افتح الباب بدي اشوف مين. حاضر بابا. اوعى جار. أهلين جار أهلين. شو في؟ ما في شي. شو ما في شي؟ صوتك وصلان لآخر الحارة. عم أضرب ابني من شان ربيه. ليش شو عامل؟ راسب بالمدرسة. شلون راسب؟ جار شو ابنك بصفه لابني. النتائج بكرة. بعرف إنه النتائج بكرة بس بكرة أنا ماني فاضي أنا مسافر. شلون بدي اعرف؟ والله لحجن يا بي. شو ايه؟ يعني بدي اقول لك شغله. شوفي يا ولا، يعني صار لي هيك يومين ثلاثه بدي اعرف شغله عن حالي وما عم بعرف. شو هي؟ يعني شلون بدي اعرف عيوبي؟ شو عيوبك؟ ايه عيوبي. صحيح شلون بدك تعرف عيوبك انت؟ ايه خيو مالك غير تسب مرتك ولا تنشر عرضك وتفرجيك عيوبك وعيوب الحارة كلها وعيوب اهلك. وما في حدا؟ والله ما بعرف يا ابني. استنى بركي بيفتحوا. ايه هون خير. قالوا لنا انه في عندكم صبيه خرج جواز. ايه اهلا وسهلا. وقالوا لنا انه هالصبيه حلوه وجذابه واسمها مايا، واذا ما خاب ظني يمكن انت مايا مو؟ ايه انا مايا. فعلا مثل ما قالوا لنا حلوه وجذابه وغلايه كمان. ميرسي. شبك قولي لنا تفضلوا. اهلا وسهلا تفضلوا. يلا زيد فضلك الاقي. حبيبتي وين تفضل؟ تفضل لهون. هي يلا. شو مشان هي البنت؟ بتربي قطط؟ لك حبيبي عادي، القطط صارت موضة هالايام. ما بدي. أنا قلبي قمطني ما بدي. قلبك قمطك؟ من شو؟ من القطة. لك حبيبي بس البنت كثير حلوة وبتطير العين. هلا شو دخل هذا الكلام؟ عم لك البنت بتربي قطط. في مجال تطلع لنا من سيرة القطط هلا، خلينا نشوف عيلة البنت. يلا شباب. ما عرفتكم يا جماعة، ابني يلي بدي جوزه وبنتي ناهد. اتشرفنا بصراحة. أنا ارتحت لكم كتير يا أمايا لأنه باين عليكم جماعة كابر وشبعاني. تسلمي يا رب، هذا من ذوقي. الله يسلمك. ومايا اسم الله لمايا كامل الأوصاف، فتني غزيت العين. تسلمي طان. وابني مصطفى اسم الله عليه مثل القمر ومو ناقصه شيء، وعنده بيت سياح نياح وراتبه بالشهر أكثر من 40,000 ليرة. الله يسلم. والله أنتوا على سلامتكم كلياتكم. يعني نعتبر الحكي إنكم موافقين مبدئيا ونحكي بالتفاصيل؟ ما في مانع. معناتها أنتوا فصلوا ونحن من البيت. بس عن إذنكم لحظة واحدة. لوين روحي؟ بس بيسو بده يعمل بيبي ولازم يكون معه. مين بيسو؟ قطي اسمه بيسو. ايوه هذا بيسو. بس لا تطولي ماما فيها شوي. لا ماما ما بطول، بيسو كتير سريع. شوفيتم عفيتم. نرجع لحديثنا يا جماعة، بتحبوا نحكي بالنقل؟ نحن يا مصطفى طالبين الستر الصراحة. مايا الله يحميها إن شاء الله، ما عندي غيرها بهي الدنيا. أبوها الله يرحمه قبل ما يموت وصاني فيها، يعني كانت قرة عينه. الله يرحمه. خلف ماما.
مايا بعيوننا من جوا. احكوا تقبروني شو بيناسبكم، لا تخجلوا لا تخجلوا. ايه يعني ما رح نكتر عليكم ان شاء الله باذن الله. انا برايي 50,000 متقدم و 300,000 متاخر، يعني بتعرفوا هذا الوقت صعب، شباب الايام هدول الله يعينهم ان شاء الله. نحن موافقين، ومايا بتستاهل تقبر قلبي، والله ما بيغلى عليها شيء. معناها على بركه الله. مبروك يا عروس. مبروك ماما. شو رايكم نعمل الخميس الجاي الكتاب؟ شو رايك ماما انت؟ شو؟ خلص شو بدك؟ اوكي. ايه ماما ليش لا؟ خير البر عاجله، طالما مايا ومصطفى اتفقوا مع بعض، ليش لا؟ يعني ما بدنا نحكي بشي تاني؟ شي تاني؟ بشو يعني روحي؟ يعني إذا عندك شي قولي لا تستحي. يعني عندي بعض الشروط هيك بسيطة وصغيرة كتير. احكي يا حبيبتي كل شروطك، نحن بدنا ننفذ لك اياها بالحرف الواحد. بدي غرفة ألعاب خاصة لبيسو. ايه بيسو؟ ليه مستغربين؟ بيسو بده يسكن معنا؟ ايه طبعا، اصلا انا ما فيني اعيش بلا بيسو ولا لحظة واحدة. مثل ما بدك حبيبة قلبي، رح نخصص غرفة لبيسو مشان يلعب فيها. ماما بس شو بس لك ابني، بيتك أربع غرف، شو عليه إذا خصصت غرفة لبيسو يلعب فيها؟ ماما أنا ما بحب ال خلاص ماما خلاص، عيب ما حلوة. فرش بيسو ألعابه واعتبريه هدية مني، ما حلوة يعني أعمل مشكلة مشان هيك قصة. خلاص حبيبة قلبي، نحن موافقين على شرطك. لسه في شي تاني؟ احكي يا أمي احكي، لأنه لأوله شرط آخره نور. اي طبعا، لانه على ما يبدو العريس ايده ماسك شوي. بالعكس حبيبتي، يو ابني كرم على درب، يقبر قلبي كريم كتير. ومشان اكل بيسو؟ طب يعني هذا يعني شو مشان اكله؟ يعني شو بقول الاكل؟ شو الاكل يعني ما شو الاكل ام بيسو؟ ما بياكل شو ما كان، يعني ما بياكل هيك مثل بقيه القطط هي القصص. يعني ما فهمت، يعني بيسو ما بياكل لا شخات ولا مخات. لكن شو بياكل السيد بيسو انسمايا؟ بياكل لحم ابيض اغلب الاحيان. ايوه يعني سمك تونة فخاخ دجاج، واحيانا بتهف نفسه على العجل والماعز. او بتهف نفسه كمان يعني؟ طول بالك ماما. شو هذا؟ يو طول بالك، شغله مو حرزانه. ما يا حبيبتي ابني ما رح يقصر لا معك ولا مع بيسو بالاكل. ولازم تعرف كمان انه بيسو له اكل خاص بالمناسبات. في مجال تنورينا؟ وبعيد راس السنه ما بياكل غير جاتو عفريز. ريز سلام. وبرمضان بياكل لحم فخذ داني. يعني حضر جنابه بيصوم يعني مثلنا؟ بيصوم؟ بيصوم؟ لا هو ما بيصوم بشكل فعلي، بس من كتر محبته فيني ما بيرضى ياكل غير اذا كنت موجوده على الطاوله معه، مشان هيك بستنى لحتى يقدن المغرب يقبرني شحنون نون. يعني برمضان انا وهو وانتي بدنا ناكل على نفس الطاوله؟ أساساً أنا بموت إذا ما كان بيسو موجود معي على الطاولة، أصلاً أنا ما بينزل الأكل لبطني. لا يعني ما زابطة. شو علي يا ابني شو علي، طول بالك. أمي أنا وياها بدنا ناكل معنا قط على الطاولة، ما زابطة أنا بدي أكل قط. يا ابني خليه أكل معكم ما فيها شيء. بيسو مو بس بياكل معي، وبيسو ما بيجي ينوم غير إذا كان جنبي. لا ينام معنا كمان؟ معنا أنا وياها؟ لا لا معليش حبيبتي خلينا بالغرفة اللي فيها ألعابه، بركي يلعب اللي بيلعب بألعابه أريح له وأحسن له. نو نو مستحيل، أصلاً غرفة الألعاب بس للعب، بعدين بدك ياني أترك بيسو ينام لحاله بالغرفة؟ بركي احتاج شي، بعدين بيسو حنون كتير وعاطفي يخاف من العتمة، أنا ما فيني أتركه. يا أمي ما عم تسمعي شو عم تقول؟ عم تقول إنه القط ينام بيني وبينه؟ إيه مو زبطة؟ في شي مرة قط نام بينك وبين أبي؟ لا تفهمي ما كنا لك على القصة. ما كنا ماما الله يرضى عليكي، بلا هاي القصة، الغي لي إياها تبع النومة الله يسعدك. مستحيل. أيوة ولازم تعرف إنه بعيد الأضحى بتبح له خروف على نيتو. نيتو؟ وعيد ميلاده بعمل له إياه بالمريدية. لكن نحن عيد زواجنا وين بدنا نعمله؟ مو مهم، أنا كل اللي بيهمني بهالدنيا بيسو بيسو بس. على فكرة هو كل تنين وأربعة بيزور قطة بنت الجيران، حرام هيك بيغير الجو، يعني بيروح عن نفسه شوي. ولا هو مو روح؟ لا روح روح وسبع أرواح. يو اللي أوله شرط آخره سلامة. ركزي معي بس، يعني كلكم ركزوا، أنت عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ مع بيسو ما في مزح أبداً.
شو رايك بس يصير كبير نجوزه؟ هو لمجرد لقى بنت الحلال اللي بيرتاح له وبترتاح له اكيد حزوجهم وافرح فيه وخصص له احلى غرفه بالبيت. واذا قلت لك انا يا بيسو؟ بيسو اخي طول بالك، كل شيء بطولة البال بيصير. اتركوني مشان الله. اتركوني امي، انا جاي اتجوز ولا جاي اتجوز بيسو؟ بلا بيسو بالبطيخ. قومي قومي امي. لك طول بالك يا سمي، شو بك؟ يا بصير. الله يخليكي، ما بدي اتجوز، انا اتجوز بيسو على اخر الزمان، هيك زوجتي انت، اضحك انت كمان انا فرجي. لك يا اخي يا اخي، اذا هديك العروس ما زبطت، اكيد الثاني رح تصير. ما قلتي. شوف يا ابني، انا حلفي يمين ما برجع على البيت لاحفظ لك وحده غيرها، وهم داليني انه في بنات حلوين. دقي يا ابني. يلا. مرحبا حبيبي قلبي. دليلنا انه هو في بنات خلق فاضي. استنى نكمل حديثي، نكمل.